ناجي، محمود، عطل. رائد. نعم دكتور. أخذ هذه القسيمة مال الزواج وسوي لي إياها بسرعة. العفو، إيش وقت تريد أخلي تاريخ الزواج؟ من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ سمعت. يلا. تأمر دكتور. هذا شلون كذا؟ أبو القاسم قال لي أنتم متزوجين أنت وكاميليا. آه، ما أصل إحنا اتجوزنا في سوريا. فأنا خايف للوثيقة تطلع مزورة. هنا أضمن. أفارم عليك أستاذ. صحيح. اكو ناس ما عندها ضمير وممكن تزور. اي ممكن تزور. استاذ ناجي، تحب اسوي لك شهاده ماجستير دكتوراه وباي بلد بالعالم؟ انت بس اؤمر. تدري انت يعني نص الوزراء عندي زباين. اسوي لك شهاده دكتوراه فوق البيعه ومجانا. دكتوراه يا ولد. استنى بس، دكتوراه ايه؟ دكتوراه في ايه؟ بلي عجبك. طيب، هندسة، صيدلة، بيولوجي، سايكولوجي. أنا عايز دكتوراه في الفيمتو ثانية. نعم، فيمتو ثانية. فيمتو ما سامع بيها من قبل. طيب خليها في الجراحة. دكتوراه في الجراحة. في الجراحة. أسوي لك شهادة دكتوراه من أدنبرة وباسم ناجي عطلة وبالجراحة. رائد. عبود مصطفى. خد يا ابراهيم، ده اسمك. كل واحد ينسى اسمه ويحفظ اسمه جديد لغايه ما نوصل 40. حيدر احمد خالد. ادي ده التهاني. ده بقى صبري عبد المنعم حسين. خد يا حسام. علي عبد المحسن حامد. خد يا شيخ حسن. وانا كبير. اسمي يكون يا كبير. زاير حذافة جوري. مين يا باشا؟ زاير حذافة جوري. ماشي يا كبير، انت تؤمر. يا جماعة، احنا داخلين على اربيل شمال العراق. هاي الاراضي كلها تابعة لكردستان، يعني 40 كيلو ندخل اربيل. اربيل بلد قديمة. ما حدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخافون، انا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ كردي، سردار، صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة انطوني الهويات. بخير بيك، زور بخير بيك كاكا سعد. أهلا. ضيوف كاكا سعد. أهلا وسهلا. أعطيني هويات. هذه جوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. نعم. عبد الكريم عبود. ايوه. زاير هزافة. زاير هزافة، وينك كاكا زاير؟ انطع يا حيوان، ده اسمك انت. قدامك كبير اللي هو بقول عليه ده. قدامك كبير. اذنه تعبانه، اذنه اطرش. كاكا صاير اطرش من تفجير بغداد.
كاكا سعد ورايا بالسيارة. أخذ بير، وإحنا كده خرجنا من العراق؟ لا، إحنا لسه في العراق يا عبد الجليل. طب أصل الجماعة كانوا بيتكلموا بصراحة يعني لغة غريبة أوي، كانوا عمالين يقولوا كاكا كاكا كاكا. ما دي اللغة الكردية اللي بيتكلم بيها الأكراد. مين الأكراد دول يا باشا؟ والله بقى الأستاذ سعد يقول لك، لا يفتى والأستاذ سعد في العراق. انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد، انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله، طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتوا بمصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمرة والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفي البيئة ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تأشيرات؟ الجوازات العراقية اللي موجودة معاكم من نوع جي، ما تحتاج تأشيرة، في المطار ينطوكم تأشيرة على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقية؟ صدقني يا أستاذ ناجي، دي أفضل شيء، أفضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت، ممكن كلمة على جنب؟ أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي بيحصل حواليا. أنت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، أنا مش فاهمة أي حاجة. أنت هربان من حاجة؟ عامل عاملة؟ صارحني يا ناجي، قول لي. إيه يا كمالي، هكون هربان من إيه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطيارة هقول لك على كل حاجة. يلا. اتفضل أنت يا أستاذ سعد. هتوحشنا. أنت أكثر يا أستاذ ناجي. يا ريت تزورني أنت وأسرتك في مصر. إن شاء الله أستاذ ناجي، إن شاء الله. ناجي إيه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت، إحنا أخوة.